مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد في عدد جديد من حلقه انفاس سبور. كالعاده غادي نتناولوا مباريات البطوله ومجرياتها، وكيشرفنا اننا يكون معنا في البلاطو المحلل الرياضي عزيز محمد واللاعب السابق لفريق المنصوره والمقاولون العرب. اهلا بك عزيز. اهلا بك نهاد، وسعيد جدا اكون معك، و ان شاء الله يكون حلقه مميزه ان شاء الله. سي عزيز، حضرتي معنا في انفاس الكان وتوقعتي تتويج المنتخب الايفواري باللقب، وقلتي لي سجلوا عندكم راه غادي يكون في النهائي. كيفاش، شنو اللي خلاك تقول هذا الشيء؟ ما انا قلت لك حتى في الحلقه، اي واحد يعني شايف المشهد كويس وقاري وعنده الخبرات هيقرا المشهد. وقلت يومها ان المغرب ادى الحياه لكوت ديفوار، ساحل عاج، يعني فريق لا يستهان به، فريق على مدار التاريخ يمتلك لعبة كبيره جدا. يعني انا اتذكر بطوله 1984 كان في كوت ديفوار، وكان الجيل انا بعتبره من الاجيال الجميله في مصر، طاهر ابو زيد، مارادونا النيل، ومحمود الخطيب، وكل دول، وكنا فرقة قوية، وتغلبنا من نيجيريا بضربات الجزاء، والكاميرون أخذت البطولة من نيجيريا سنتها. كوت ديفوار تتميز بالكرة السريعة والبدنية، وهما كان معاهم مدرب الفرنسي يعني بيجامل، ما يحب يكره، وكان قرار جيد ان هم على طول أقلوه. يعني لما جت الفرصه بقى المغرب ادت لهم الفرصه، لا الوضع يختلف. وانا كنت دايما اقول دور المجموعات حاجه، واللعب دور 16 والثمانية والربع حاجه تانية، ان انت بتلعب على جزئيات بسيطه. وكوت ديفوار كنت متاكد ان هي هتوصل للنهائي، ان خلاص هي قدامها السنغال، وهي راجعه من كبوه ومن انكسار، فلازم تثبت نفسها، فطبيعي هتكسب السنغال. السنغال ما قدمتش كرة يوم الماتش ده خالص، وكسبت بقى السنغال. كان أصعب ماتش لها هو مالي، وربنا كرمها في آخر في اللحظات الأخيرة. يعني أنت تشوف السيناريو بتاع المباراة، يعني جابوا التعادل في الدقيقة 89 وجابوا الفوز في الدقيقة 120، يعني فدي تصميم، وكانوا ناقصين واحد. دي في إرادة وفي تصميم إن هم لازم يحققوا حاجة. فلا، ما هم يستحقوا البطولة عن جدارة، يستحقوا البطولة عن جدارة. أنا بقول دور المجموعات ما بتحسبش، المهم تصعد. ودي اللي كنت بقوله لوليد، كنت بقول لوليد ما تستهلكش اللعيبة، استفاد كل لعيب في الوقت المناسب بتاعك، أنت تطلع التالت تطلع التاني ما تفرقش، إن البطل يلعب أي حد يكسبه. فبالعكس، هو خسرنا زياج، يعني خسرناه بدون داعي في مباراة ملهاش أي داعي بتاعت زامبيا، مع إن هو الأحرز الهدف، ولكن أنا خسرته. أنا يكفيني التعادل، يكفيني حتى لو خسرت المباراة أنا يعني واصل، ولكن دروس هتتعلم إن شاء الله. وأنا مبسوط جدا من تجديد الثقة فيه، واستقرار، الاستقرار مهم جدا. ووليد هتلاقيه ان شاء الله في القادم هيكون الفريق اقوى كمان ان شاء الله. ان شاء الله، وهذا اللي كنتمنوا. سي عزيز، نرجعوا للبطوله ديالنا. البطوله بدات وبداو عاوتاني نفس المشاكل، واش نقدروا نقولوا انها عادت للدوران بنفس الاعطاب ولا اكثر؟ لا، هي البطوله الاحترافيه فيها مشاكل كثيره، يعني تنظيميا. يعني المفروض حتى انا كان طارق مصطفى المدرب المصري اللي كان اسفي، يعني انا بديله التحيه. وكان على فكره كانوا في تفاوض بينه وبين بركان وجي معين الشعباني، كان بيتازم من البرمجه طبعا، ان انا مش عارف انا هعمل ايه، هريح اللعيبه ولا ادي لهم اجازه ولا هتمرن امتى. كان كل سمانه بسمانه. فلا، المفروض يتعمل جدول الدور الاول، كله الدور الاول من البطوله يكون موجود. الدور الثاني انت عندك التوقفات الدوليه معروفه، عندك البطولات الافريقيه لعصبة الابطال معروفه، فبرمج براحتك، برمج بقى انت قدامك، مش تبرمج كل اسبوع على حده، انت
ثلاث أسابيع بثلاث أسابيع، ما ينفعش. فهو دي ديت مشاكل، ومشاكل الجمهور، مشاكل الملاعب، ومشاكل المادية. اللعيبة مش لاقية، مش لاقية فلوس، الرواتب، مشاكل كتيرة في أندية. دي هيكلة بقى عاوزة. يعني أنا كنت امبارح في برنامج وبقول لهم الشغب بتاعت الملاعب، يعني الرجاء دلوقتي الجمهور الرجع هيرجع إن شاء الله 8000 هيحضروا المباراة القادمة في برشيد، والأمن، الأمن هو اللي يحدد يحضر ولا ما يحضرش، ولكن أنتوا عايزين تظبطوا المنظومة. أنا كنت بنادي إن الاتحاد الكرة المصري يجي ياخد إزاي الهيكلة، بس في حتة التيكت، التذاكر دايما فيها مشاكل. احنا عندنا عاملين بيانات كل مشجع عشان تاخد تذكرة، حط بياناتك، اسمك، سنك، ميولك ايه، ودادي، رجاوي، جيش، حط ميولك، والكاميرات تبقى في الملعب. اللي يعمل شغب ما عادش يحضر، يتعاقب، يتعاقب اداريا، يعني ان هو يتمنع من 6 مباريات 10 مباريات على غرار ماكين في الدوريات الأوروبية. احنا عاملين كده في مصر، واسمها برنامج اسمه تذكرتي، يعني التيكت، وكل واحد بيحط بقى، انا ذات نفسي بحضر مباراه، بدخل على النت احجز، اول ما احط الرقم بتاعي بيطلع لي صورتي، انت ليك حق ولا مالكش حق، خلاص. وما فيش حد بقى ياخد مثلا الفرد ياخد اربع تذاكر، لا، انا بعمل لابني وبعمل لاختي، كل واحد ليه تيكت هو يدخل. طريقه مزيانه، هتظبط العمليه كلها، وهيبقى فيه يعني يا ريت الاخ عبد السلام وهو صديق عزيز عليا، انا قلت له الكلام ده على فكره، وحتى الانديه في الحكام، انتوا قاعدين نلوم الحكام ومشاكل الحكام، الحكام مش متوفر له حاجه، ما احنا شفنا الحكام بتوعنا الحمد لله، وانا بحيي الاخت الحكيم بشرى، ان هي انك تبقى في نهائي امم وانت الرابع، الحكم الرابع، ده حاجة شرف كبير للمرأة المغربية والتحكيم، والتحكيم المغربي. انت بتلوم على التحكيم، ما انت ما عندكش وفر له الاليات. هو المباراة لازم تتنقل باقل حاجة 14 كاميرا، انت بست كاميرات او 5 كاميرات هتعمل ايه يعني؟ ولازم لازم توفر الحكم الظروف اللي يدي كل واحد حقه. نتمنى هو ان الامور تكون احسن ان شاء الله. ان شاء الله. سي عزيز، ما كتشوفش ان برمجه 3 ديال الدورات في مده ديال 10 ايام مساله صعيبه على اللاعبين اللي هما يلا رجعوا من توقف ديال البطوله شهر؟ ما هو انا وليه البطوله توقف شهر؟ ليه؟ ما انا ما عنديش لعيبه دوليه في من البطوله الاحترافيه تكون في المنتخب. بالعكس، انا كنت امشي البطوله عادي والامور تمشي، واحد او اتنين من فريق ما ياثروش معاه، فهي دي برضو مشاكل في الـ في الـ في الـ في البرمجه. يعني خلاف كده انت دلوقتي خدوا راحه شهر وهتبدا تلعب كل 3 ايام مباراه، صعب جدا عليهم. مرهقه اللعب ولا؟ طبعا مرهقه، عشان يدخل لسه، يعني انت كانك بتعملي فتره اعداد جديده بقالك شهر ولسه بادئ الموسم، كان الموسم لسه بادئ جديد. ففي ناس هتستفاد اللي هم في القاع، وناس القمه هتلاقي. احنا شفنا ماتش الرجاء والجيش، يعني مستوى متوسط، يعني مش حاجه كبيره. فاتمنى الامور دي كلها تتعالج، والعصبه يعني فيها ناس، يعني الاخ عبد السلام من الناس اللي عاوزه تطور الكوره، ان شاء الله الامور هتبقى كويسه في المرحله الجايه ان شاء الله. استاذ، كيفاش كتشوف الشطر الثاني ديال البطوله؟ كيفاش غادي يكون ناحيه التنافسيه؟ والله تغيير المدربين، مثلا بركان، يعني احسن انت بينك وبين الخامس ماتشين، يعني 7 نقط 8 نقط ممكن يتعوضوا، فلسه. ولكن انا في حاجه اهم، المفروض انا عندي منتج قوي، يعني انت الوداد واخد بطولتين افريقيا قبل من الاهلي، واخد، المفروض المنتج دي تسوق صح عشان يبقى في موارد. انت الوقت بتعتمد على البث هيديك، ما بيدلكش فلوس. انا ممكن اشوف قنوات خارجيه، واحنا كده كده احنا كده بنتفرج على كاس الامم الافريقيه على الجزيره على اون سبورت. طب ما يبقى ابيع المنتج بتاعي واسوقه
وانا كده كده داخل في المجموعه اللي انا الناس كلها تفرق ويتزع على الارضي، اللي عنده ارضي يتفرق، اما فضائي لازم المنتج البطوله المغربيه لازم يبقى فيها موارد. الانديه كلها بتعاني، فدي مشكله كبيره، مشكله كبيره. لما يبقى فيه منتج قوي هتلاقي الرواج في كل حاجه. يعني الدخل دلوقتي دخل الانديه من الدعم بتاع الدوله والجمهور، الجمهور ممنوع. هذا الشيء ولد عمق طبعا، يعني طنجة إيه يعني في اصلاحات وممنوع تلعب في تطوان، يعني في خلاف تطوان وطنجة ما ينفعش. حتى هذه الاصلاحات ديال الملاعب حتى هما زادوا. ايوه طبعا انا لازم يكون عندي بديل، ولازم انا قبل ما يعني ما اخليش النادي مع الـ مع الـ مع الـ مع السلطات. يعني انا العصبه المفروض انا اوفر زي مصر، انا بدي لكل نادي 3 ملاعب، اختار لك ملعبين، الموافقات الامنيه العصبه هي اللي تتولى. اما انا مش موافق تلعب هنا ومش موافق تلعب هنا، طب هلعب فين؟ في الحقيقه ده مشكل. طيب تكبير مشكله كبيره، خاصه الوداد والرجاء يعني منه طبعا عشان الدار البيضاء. يعني الرجاء هيلعب في برشيد، لا هي في مشاكل ان شاء الله يعني الامور تتحل، والملاعب اصلا هتبقى في بنيه تحتيه قويه، ولكن لازم كل واحد ياخد تخصصه. النادي انت بتخيره في 3 ملاعب او ملعبين، اختار لك ملعب تلعب فيه وهو كيختار ديك. ومالوش دخل بقى بالسلطات الامنيه ولا انت اللي الجمهور طلع خارج عن النص وقفوا اعملوا عقوبات. الامور كلها عاوزه شويه تظبيطات بس وشويه احترافيه في أستاذ عزيز، بغينا نتكلموا على الإنجاز ديال الإطار الوطني المغربي حسين عموتة، كيفاش كتشوف الأمر؟ واش تابعتي التصريحات ديالو الأخيرة اللي كيقول أنه يقدر ما يكملش معاهم مثلا، شنو كتوقع غادي يبقى معاهم؟ ولا واخا الاتحاد الأردني يحسم في هذا الأمر هذا وقال أن العقد ديالنا مع الإطار الوطني عموتة راه مستمر، عندنا أهداف مع هذا. هو أصلا الأردن مش هيلاقي يعني عمود عمل له انجاز غير مسبوق، يعني الا الكابتن الجوهري الله يرحمه وحسام حسن. يعني انا مبسوط جدا ان هو تولى مصر، يعني منتخب مصر حسام حسن وصلهم للملحق بتاع كاس العالم، وكان قاب قوسين يوصل الاردن لكاس العالم قدام اورجواي، وكابتن الجوهري وصلهم للنهائي برضه. ولكن عمودة كان الظروف مختلفه، عمودة كان في ظروف صعبه جدا. يعني أنا إنجاز عموتة يتحسب لعموتة، يتحسب لعموتة والطقم اللي معاه هشام الإدريسي وأديله التحية. طبعا إنجاز، يعني إنجاز غير مسبوق. أنت رايح على فرقة دوري البطولة واقفة وفي لعيبة ما بتلعبش، وأنت بتدور للعيبة دي على أندية تلعب فيها عشان يبقى عنده حساسية المباريات، وتهاجم وقالوا انت ما يعني المباراه الوديه يا جماعه، المباراه الوديه عشان اعرف طريقه اللعب اللي العب بها، اعرف اللعيبه مستواهم ايه، ملهاش دخل بالنتائج. اتغلب حتى 10-0 ما فيش مشكله، انا اهم حاجه اشوف انا احط طريقه اللعب المناسبه للمجموعه دي. انا مش معايا ميسي ومعايا كريستيانو ولا معايا محمد صلاح، لا انا معايا المجموعه ديت ايه الطريقه اللي هتناسبهم عشان اعمل بها. ومفيش واحد اردني كان حاطط في دماغه ان هم يوصلوا حتى للدور الثاني. بصح فلا، عموده يتحسب له الانجاز مع اللعيبه في حاله الحب اللي عملها. ان انت لو تشوف حب اللعيبه خلاف الاخ اللاعب الغير اخلاقي، وانا لو من الاتحاد الاردني اوقفه تماما، انتهى. حتى لو هو احسن لاعب في الاردن الهداف بتاعهم زي ما بقول، لا انا لعبت في الاردن في 87 كان عندي 16 سنه، كنت لعبت ماتش مع بلديه الزرقاء يعني بطريقه، يعني انا كنت رايح زياره فعارف، فلعبت معاهم مباراتين وكان قبل النهائي والنهائي. ناس جميله وناس شعب جميل جدا وبيحبوا الكوره، ولكن انت معكش فرقه اصلا، انت رايح عموده ما كانش فيه فرقه موجود. فلا هو عمل انجاز يتحسب له اولا وطقم المغرب، وبعد كده يتحسب للعيب. نقدروا نقولوا ان عموده رجع الاعتبار للمدرب المغربي.
لا هو المدرب، انا طول عمري بقول انا معين الشعبان امبارح اتولى، انا ضد الكره يعني المدربين التوانسه ما عملوش حاجه في الكره المغربيه، على تعال نجيب واحد واحد، مش مدرب وطني افضل. عموته ايه اللي خرج عليه؟ الجمهور. اهو انتوا دلوقتي بتتمنوا جمال السلامي، الرجاء خرج عليه، مين بتتمنوا؟ جمال السلامي هو الوحيد من مدربين الرجاء هو اللي بيكسب البلاد على طول. فانت لا، المدرب الاطار الوطني بصراحه قوي جدا. انا حتى في مصر انا بقول الاطار الوطني المصري افضل من الاجنبي. الاجنبي جاي ياخد 200,000 دولار، على ايه 200,000 دولار؟ ما عندك حسام، عندك طارق مصطفى، عندك علي ماهر، هنا وليد، جمال، اي واحد فيهم هيمسك المنتخب هيأدي ويبقى افضل. اعمل كوادر. فلا انا ضد المدرب الاجنبي. لو انا عاوز اجيب مدرب اجنبي يديني اضافه. انا الاخ المدرب مع احترامي ليه التونسي اللي هو في الجيش، انا جايبه عشان ياخد بطوله. طب انا خدت البطوله قبل كده، انا عاوزه لعصبة الابطال، اول مباراه خرج. فلا انا مع طبعا طبعا، ولازم نستفاد، ولازم يخرجوا لبره. يعني عموته هتلاقي عنده عروض كتيره، اكيد، وهتلاقي يعني انا في مدربين مغاربه كتير في الخليج على فكره، وعاملين نتائج كبيره جدا، ومنهم الاخ احمد مجاهد في الدوري السعودي. كابتن احمد مجاهد من الناس المدربين الشباب اللي المفروض يستغلوهم كمان. سي عزيز، بحكم انك مصري، بغيت نسولك على التغييرات اللي اقدم عليها الاتحاد المصري، كيفاش كتشوفها؟ لا ده ما انا كنت بطالب بها من زمان. حسام حسن يكفي ان هو من اساطير الكره المصريه والافريقيه، يعني حتى كرموه في على هامش نهائي كوت ديفوار، يعني كان مع اساطير اللعبه كلها. هو هداف امم افريقيه 98 ب7 اهداف، وحسام حسن يكفي ان هو لعب كاس عالم وهداف النادي الاهلي وهداف المنتخب. لا حسام حسن لعيب كبير جدا، ويستحق ان هو يتولى المنتخب من 5 سنين مش دلوقتي. الجمهور هو اللي طالبه، وعلى فكره دي تكليف من الدوله، يعني الوزير الشباب هو مش الاتحاد الكوره، وزير الشباب هو اللي اجتمع معاه وولى الامر. هم مش عاوزينه، هو اتحاد الكوره مش عاوزينه. ليه بقى؟ ان هو ما بيجاملش، ما مش هيشوف حاجة ويقول لهم أنا حاضر، نعم همشي الأمر، لا هيفضحهم. فهو ما بيسكتش وجريء وبيدي لكل واحد حقه، وهو بفكره زي جمال السلامي. يعني ممكن تلاقي لعيب جايبه من الدرجة التانية من الهواة يلعبه في المنتخب طالما شافه كويس. لأنه يستحق. لا يستحق طبعا. هو حتة النرفزة اللي هم خايفين منها دي حماس، حماس. هو وطبعا كل واحد ما بيكبر في السن بيبقى اهدى شويه، وانت شايفين بنزرتي مبهدل الدنيا، خلع ملابسه وخلع. فلا حسام يستحق ان هو يدرب منتخب مصر، وهيدي لكل واحد حقه. كنت من التوفيق للمنتخبات العربيه جميعا بعد هذيك النكسه ديال كان ان شاء الله، وترتيب الاوراق القادم افضل ان شاء الله باذن الله. سي عزيز، كنشكرك على تلبيه الدعوه وانك احضرتي معنا مره اخرى. أنا بشكرك نهاد، وبشكر موقع أنفاس، وبالتوفيق دائما يا رب للكرة المغربية والعربية ولكم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عزيز. إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد جديد.